احنا اليوم الجو عالي. اليوم جو عالي ها؟ اليوم الجو عالي. جمدت من البرد، ما بعرف ليش بردت كلياتني. هو صح برد بس قصدي يعني معنويات عاليه. ايوه يلا ان شاء الله. أيوة دائما. أيوة ان شاء الله. أيوة دائما. اول شيء يعطيكم العافيه طبعا. مبسوطين. شكرا. الله يعافيك. كثير كثير مبسوطين. صوت جميله والله وحضور جميل وشيء صح حلو. بس كيفكم في السوشيال ميديا؟ حلوه قوي. ممكن لو هصنف نفسي بين المشتركين الموجودين بالنسبه للسوشيال ميديا ابقى في الوسط. بيسان اكيد الاول. الاخير بصراحه هو ياسر. السابقين معاي اعلى مني. وهذا الشيء اللي خلاني متوتر. طيب احنا اليوم ايش جايين نعمل؟ جايين نعطيكم كذا وركشوب بسيط نشوف كيف السوشيال ميديا وما أهمية السوشيال ميديا في حياتنا يعني بشكل عام. بس في واحد هنا لازم يترك الجوال ولا بيوقف على رجله هنا. اي والله لازم. هو امر يضحك. قاعد نلعب في ليج اوف ليجند معني الموبايل اما سكر التليفون على خاطر شغل شغل. احنا راح نتكلم شويه كيف ان انت تحسن مظهرك في السوشيال ميديا، كيف انت برضو يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. في منكم اللي حساباتهم كويسة على السوشيال ميديا لكن في البعض عنده يعني بعض الملاحظات وبعض الأخطاء. تعديلات. تخيل ايش حب بهدلنا. طيب ليه عم تشتفنا على الهواء؟ أنا سالم أقل اثنين عنا فولوز بالبروجرام. ليه عم تحطمني هيك خير؟ انخرب بيتها. أنا أحمد الهاشم مذيع في ام بي سي اف ام، اقدم برامج برضو ترفيهيه فوكس بوب، احب الانترتينمنت كثير يعني. سلطان راشد فنان سعودي لي الحين تقريبا كفنان 11 سنه فيعني عندي خبره بسيطه تعتبر. وغير كذا انا في ام بي سي اف ام مذيع. انت فنان ومذيع بنفس الوقت. اي نعم فنان ومذيع. بتكلم لكم ايش الاخطاء اللي انا مريت فيها اللي لازم احنا نتجنبها. ايوه لان في اخطاء. انت عندك قصه. المشكله اللي صارت لي يا جماعه الخير هي مشكله يعني اول ما طلعت بالفن وزي كذا فصار الفانز يسوي لك حسابات فيكتب اسمك فالعالم تدورك تروح تضيف الفانز. الكابتن هذا وانت المسكين قاعد تطالع ويروحون الناس هناك. صحيح. فهذا صح. اللي صار عندي هو انتحال الشخصيه فهذه مشكله كبيره. اخر فتره دحين قبل كم شهر واحد في تيك توك منزل مقاطع كلها وكاتب كلام كذا غريب وقاعد يتغزل في واحده واكلمه واقول له شيل المقاطع يعني لا تعمل زي كذا. اخذ صورتي اللي انا حاططها بروفايل بيكتشر حطها عنده وعمل بلوك. اي لا هو بجيع يجيك بجيع. اي في بجيع. انا واحد كذا كلمني اقول له حبيبي انا سلطان يقول لي مين قال انا سلطان. يا شكيت في نفسي ايش اللي والله اقول له انا سلطان حبيبي كيف ما اخذ حساب سيد قال لي انا سلطان. سلطان صارت له قصه يعني تشبه القصه اللي صارت طبعا هو طلع عينه وانا طلعت عيني برضه.